من غزة مراسلنا باسل خلف. باسل أهلا بك معنا، يبدو أن ردود الفعل تتوالى بشكل واسع، وتحديدا بأن كان هناك بما يتعلق بأن المنفذين منفذين حاجز الحمراء أو ما يعرف بعملية الأغوار هم ينتمون إلى حماس. نعم أحمد، وهذا ما دفع حركة حماس لإصدار موقف سريع مما حدث. هي قالت بأن ما حدث مع من اغتيال لأبطال المقاومة على حد وصفها في نابلس هي جريمة تضاف لسجل الاحتلال الأسود وحكومته التي ستدفع ثمن جرائمها على حد وصف المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف قانوع. الحركة أيضا قالت أنه ما حدث من اقتحام لنابلس هو لن يحد من ضربات المقاومة عملياتها أو يوقف مداها المتصاعد أيضا في التصريح الذي ورد، إضافة إلى الدعوة وجهتها الحركة للفلسطينيين بكل التشكيلات العسكرية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء وفق ما تحدث المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف قانوع. أيضا كان هناك موقف من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي وصفت ما حدث بالمجزرة وقالت أنها لن تضعف إرادة المقاومة، وكذلك دعت المقاومين في الضفة الغربية لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه. وهذه التصريحات السريعة التي وصلت خلال النصف ساعة الماضية، لكن تصريح حركة حماس بالتأكيد جاء في أثناء حتى عملية الاقتحام لتقول بأنه ما حدث هي جريمة، وأن هؤلاء العناصر حتى اللحظة لم يصدر بيانا رسميا من الحركة، إنما هذه تصريحات على لسان المتحدثين باسمها لتوضيح موقفها مما جرى في نابلس. نعلم أنه لم يمض وقت كثير على جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة، لكن في مرات سابقة لم يكن هناك على الأقل في مثل هذه الحالة سوى دعوات من الحركة للذهاب للمقاومين في الضفة الغربية للرد على ما حدث ويحدث سواء في مدن جنين ونابلس، وقد لا يكون على الأقل غير مفهوم حتى اللحظة إذا كانت سترد الحركة من أماكن مختلفة. إنما الواضح الآن هو أولا قول الحركة بشكل واضح أن ما حدث هي جريمة، وأيضا تستدعي الرد بطبيعة الحال والدعوة لأبطالها كما قالت والمقاومين في الضفة الغربية بتشكيلات عسكرية مختلفة أيضا للاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء كما جاء على لسان عبد اللطيف قانوع المتحدث باسم الحركة. أحمد، هل موضوع الرد باسل الذي صدر عن أيضا حماس بأن ما يجري الآن يستدعي الرد، هل كان هناك من بيانات أخرى من ردود فعل تحدثت أيضا عن موضوع رد، وخاصة بما جرى في الأيام الماضية والرد السريع على استشهاد الأسير خضر عدنان؟ ربما حديث حماس دائما وفي مثل هذه الحالة حتى في البيان الأول المتعلق بحالة الشهيد خضر عدنان هي دائما ما تعتمد بالأساس على أن يكون الرد من الضفة الغربية، وتقول بأنه ما الضفة الغربية مخزون استراتيجي على حد وصفها للمقاومة الفلسطينية، وقد تدفع باتجاه مزيد من الدعوة ضمان تحريض للفلسطينيين تحديدا المقاومين والتشكيلات العسكرية كما جاء في تصريح القانوع، تشير إلى أنه الدعوة مفتوحة لكل المقاومين من كل الفصائل الفلسطينية للرد على العملية، وليس بالضرورة أن يكون هناك ردا من قطاع غزة. صحيح، لكن أيضا كان هناك حديث عن الثأر لدماء الشهداء وعزيمة وإصرار الرد على جريمة الاغتيال كما وصفها القانوع. بالضبط، لكن مكان الرد هو السؤال المهم. حماس تقول دائما وهي حتى في تصريحاتها فيما يتعلق بأحداث مدن جنين ونابلس والقدس خلال الأشهر الماضية، هي دائما ما تبدأ بدعوة المقاومين في الضفة الغربية للرد، على اعتبار كما ذكرت الوصف الذي تقوله الحركة دائما بأن الضفة الغربية مخزون استراتيجي للمقاومة الفلسطينية، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك ردا من قطاع غزة كما حدث بالأمس أو ليلة أمس حينما كان هناك رد من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية على حادثة استشهاد الأسير خضر عدنان على إثر حالة الإهمال الطبي التي وقعت عليه في سجون الاحتلال. سنعود إليك باسل خلف والمزيد من ردود الأفعال وأيضا دلالات يعني حتى هذا الرد السريع من قبل حماس على هذه العملية العسكرية في البلدة القديمة لنابلس.